أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم الذي يحيي والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله Yeah.
إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي Yeah.
كل شيء
صدق الله العظيم. صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مبسوطين وخاشعين لآيات الله المباركة التي تطلعها على مسامع حضراتكم فاخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي والقارئ بإذاعتين الإسكندرية والبحيرة وعضو نقابة القراء بالقاهرة فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ حامد منصور القطعاني القارئ والمقيم والمعروف بكليوباترا التابعة لمدينة الإسكندرية أما الصوت والضوء ومخازن الفراش الكبرى الحديثة تحت إدارة وإشراف الحاج بهجة الزهدي المقيم بتلك البلدة العامرة ولكل من تقدم بالعزاء كان سعيهم مشكور وإنا لله وإنا إليه راجعون.